أحسن الله إليكم. أبو يوسف من مكة المكرمة يقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، عندي زوجتي عملت عملية قيصرية مرتين، أول مرة رزقنا بتوأم وثاني مرة رزقنا ببنت، فهل علي حرام إذا قمت بمنعها من الحمل خوفا عليها من العمليات الثالثة من العملية الثالثة؟ لا يجوز منع الحمل إلا لضرورة، إذا كانت عليها خطر في حياتها وكتب الأطباء هذا بقرار يوقعونه، إنك تأتي به إلى الإفتاء وينظرون فيه. أما منع الحمل بدون فتوى شرعية هذا لا يجوز. نعم.